الخطر الإضافي، ويمكن أنت تطرقت له، موضوع الانتشار النووي والتهديد بالانتشار النووي، لأنه لما وقعت اتفاقية حظر منع الانتشار كانوا 5 دول نووية، النهاردة بقوا 9 دول، وهناك حديث مستمر على دولة في غرب آسيا تسعى إلى قدرة نووية عسكرية، إيران. ولغربة الأمر دولة في البحر المتوسط عضو أطلسي، تركيا، يتحدث رئيسها عن ولماذا لا ندخل في هذا المجال الدخول. وطبعا يسأل عن هذا العالم الغربي، لأنه حمى دولة زي إسرائيل وأخفى قدراتها النووية بدرجة بقى في دول أخرى طمعانة. لو حصل هذا التطور تركيا أو إيران، أستطيع أن أؤكد لك أن الدول العربية حتسعى للحصول على هذه القدرة، رغم أنها لا قيمة لها، لا قيمة للقدرة النووية العسكرية، لم تستخدم إلا مرة واحدة فقط. وتهديد أجوف، ومصر أثبتت هذا الكلام في 73، ضربت الجيش الإسرائيلي وما استخدموش القدرة النووية العسكرية. فده بعد. البعد برضو اللي أراه خطير للغاية في اللحظة دي ولعقود قادمة، عملية تسليح أو التفكير في تسليح الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ثورة ستبقى مع البشرية لقرن وقرنين وثلاثة. هذا الذكاء الاصطناعي بدل ما يخدم الإنسانية والبشرية، عاوزين يحولوه لسلاح. ولي يعني برضو أحد المقالات في صحيفة أمريكية بتتحدث من 2 3 أيام أنه يخلقوا آلة أو أداة يستطيع أنه يحدد أهدافه ويضع أهدافه ويضع خططه ويتصدى لتنفيذها. شيء خطير للغاية. محور آخر من المهم للواحد يتطرق له، محور المناخ، لأنه الفشل في تنظيم عملية الانبعاثات الغازية وغيره سوف تلحق بالغ الضرر بالكوكب، بما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية مخيفة على أقاليم بذاتها، وهذا سوف يطلق فكرة الإرهاب. يعني اللي حصل في الساحل في غرب أفريقيا أساساً جاي نتيجة للجفاف لهذه المناطق، وممكن جداً الدول الأوروبية، شاركنا هنا من اليونان، يلاقوا ملايين من الهجرات رايحة لهم، بما يهز الاستقرار الأمن والسلم الدوليين. للأسف في خضم هذا كله، وأنهي تدخل في خضم هذا كله، للأسف القضية الفلسطينية ضاعت، وممكن جدا أن المجتمع الدولي والعالم يدفع ثمن غالي في انزواء هذه القضية. شكرا. طب معالي الأمين العام.